حفل الإمارات بالأعياد بطقوس ذات نكهة خاصة يتميز بها الشعب الإماراتي بما يملكه من تعدد وتنوع ثقافي، زينة وحناء وعطور. قبل شهر أو شهرين من قدوم العيد تقطف النساء أوراق الحناء ثم تجففها تحت الشمس، وعند الحاجة تعدها المرأة وفق طريقة تقليدية بحيث تدق أوراقها المجففة في المنحاز ثم تمررها في خرقة دقيقة الثقوب للحصول على مسحوق ناعم. وفي الوقت نفسه ولإطفاء نوع من الحمر القاني عليها تحضر محلولا من الليمون الحامض اليابس المدقوق والماء المغلي وتمزجها ثم تتركها ليلة كاملة وتخلط بها الحناء الناعمة لتصبح جاهزة للاستعمال. والحناء تصنع بطريقة صحية طبيعية ولا تضاف إليها أي مستحضرات صناعية، وتوضع على أيدي وأرجل البنات والسيدات ويعاد عليها على مدى يومين حتى تصبح ذات لون أحمر قان. لازم تحن نفرح رباحها نفرحتها. ابتكرت النساء نقوشا مختلفة من وحي أفكارهن واستوحتها من الطبيعة ومن خطوط ملابسهن أيضا، مما جعلها مختلفة ومتنوعة. ففي الغمسة تغمس اليد كاملة من الأمام والخلف بالحناء، والقصة تكون على الأصابع أو نصف أو كامل راحة اليد، والشراع وتكون على شكل مثلث، أما الروايب تكون على أطراف الأصابع، والتيلة تكون النقطة على شكل تيلة إضافة إلى حبة الكزوة وتكون على شكل حبة الكزوة، وأبو البيطان والجوتي وفيه يتم تخصيب القدمين. أما بنات اليوم يتطلعن إلى نقوش عصرية خفيفة تظهر جمال اليد وتضفي عليها رونقا، ومع ذلك هناك من يطلبن النقوش القديمة لاسيما في رمضان وفي المناسبات الوطنية والأعياد، إذ تسجل هذه النقوش طلبا عاليا بين النساء والشابات. إن الحناء في العيد بعد الطقوس حيث كانت جلساتها تنثر البهجة في الفريج، إذ تجتمع الأمهات والفتيات قبل العيد بيوم أو ليلة العيد للتخضيب والتزيب بالنقوش الجميلة. اختلفت الحناء حالياً حيث باتت الصالونات توفر خيارات كثيرة ومن أشكال النقوش التي تقبل عليها الشابات ما يعرض عبر كتالوجات وما تتيحه شبكة الإنترنت، وكلها تطلب من الحناية التي تعمل على تنفيذها طبقاً للأصل. باتت الحناء واحدة من أبرز مفردات التراث الإماراتي والخليجي بشكل عام، رغم التغييرات الكبيرة التي شهدتها المجتمعات خلال السنوات الماضية، إلا أن الحناء حافظت على مكانتها وحضورها المرتبط غالباً بطقوس البهجة والاحتفال، سواء بالمناسبات الاجتماعية أو بالأعياد، إذ أصبح السائد استخدامها وسيلة للزينة. كذلك أصبح استخدام الحناء مقصوراً لدرجة كبيرة على النساء والفتيات، إذ كان يستخدمه الرجال والنساء على حد سواء.